محددة موعد محدد الآن لوصول اللقاح إلى الليبيين؟ السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. طبعا بحسب يعني البيان الصادر عن اللجنة العلمية الاستشارية أن اللقاح حيكون حيوصل لليبيا في خلال شهر مارس الحالي، ونتمنى أن يتم الالتزام بهذه المواعيد، أن يوصل اللقاح في الوقت اللي أعلنت عليه اللجنة الفترة الماضية. طبعا الآن فيه انطلقت منظومة التسجيل، المواطنين الآن بدأوا يسجلوا، المستهدفين طبعا الأطباء الطبية في المرحلة الأولى والكبار السن والناس اللي عندها أمراض مزمنة. نعم، يعني هتبدو بالسن الكبير. نعم نعم، في البداية هذه كمرحلة أولى. كمرحلة أولى حيتم يعني تطعيم الأطقم الطبية والأطقم الطبية المساعدة والناس اللي تشتغل في مجال الكورونا، بعدين كبار السن والناس اللي عندها أمراض مزمنة يعني. طيب، هل حددت الفترات الزمنية التي سيستغرق فيها هذا الأمر؟ والله باش نكون معك واضح، يعني أنت تشوفي عدم الاستقرار اللي حاصل على مستوى الدولة الليبية وعدم الاستقرار خاصة السياسي هو اللي سبب ربكة يعني وشرعية الحكومات وغيرها. فاحنا نتمنى أن ما يكون في مدة زمنية محددة لغاية ما تتم عملية التلقيح وعملية جلب الأبصار يعني. نعم. طيب، ما هي أسباب التأخير كذلك إلى حد هذا الوقت سيد معيقل؟ والله إذا ما حكيت لحضرتك يعني إذا كان إحنا بنجول الوضع الاستثنائي اللي تمر به الدولة الليبية يعني ما فيش الوضع من ناحية السياسي غير مستقر يعني. إذا كان جيل مجلس الرئاسي يتحجج مثلا بأن الترتيبات المالية لسنة 2021 ما زال ما سمحولاش بها، كانت في مشاكل تواجه اللجنة العلمية الاستشارية في مسألة يعني التمويل، مسألة التمويل. فالمشاكل نشوف فيها هي المشاكل اللي حاصله في الدوله الليبيه بشكل عام هي سبب رئيسي في في في, في عدم وصول المصل او في عدم وصول لغايه هذه الفتره يعني. طيب، نمشي للاستاذ سايح بودربالة كذلك مفروض، طيب لم ينضم الينا بعد، اعود ليك دكتور محمد. دكتور محمد، كيف هو الوضع الان في بالنسبه لبلديه سبها تحديدا؟ هو طبعا الوضع الوبائي سيء جدا في المدينه. اول شيء نتيجه طبعا احنا الحقيقه القصه المركزيه اكثر ناس تاثرت منها، احنا تاثرنا منها في المنطقه الجنوبيه. يعني في تقصير كبير من حكومه من وزاره الصحه بالاتفاق في خاصه في سنه 2021 يعني. في الموجه الاولى الحرب كان في دعم كويس وكان في شغل كويس، لكن في الموجة الثانية الحقيقة ما فيش أي دعم. يعني الأطقم الطبية اللي موجودة من الموجة الأولى لغاية الآن الناس تشتغل بدون مرتبات يعني. نعم. المركز العزل ينقصنا الأكسجين. احنا كنا نبحث عن مولد كهربائي لتشغيل مصنع أكسجين، خاطبنا وزارة الصحة لنا أكثر من 3 شهور، ما فيش استجابة يعني. وأنت تعرف الانقطاعات المتكررة للكهرباء. نعم. ضف الى ذلك حتى احنا المسؤوليات ما نحملش كل مسؤوليات الحكومه، حتى المواطنين ما فيش التزام من جانب المواطنين. يعني المواطن المفروض يرتدي كمامته ويحافظ على التباعد الجسدي ويقلل من المناسبات الاجتماعيه سواء مآتم او افراح، فما فيش التزام. المؤسسات الحكوميه داخل البلديه كذلك ما فيش التزام في بروتوكول مثلا في وزاره التعليم المفروض تلتزم به جامعه سبها. نعم. جامعه سبها كل الكميات الان تجي تشوف الطلبه من الانتشار التقارب، ما هو ايضا لازم يكون في حتى اجهزه امنيه تكون مساعده على لكي يلتزم الناس يعني. هو مثل ما نرى في الدول كثيره تستخدم الاجهزه الامنيه في بسط هذا الامر. والله باش نكون واضحين، احنا اصلا مديريه الامن هي داخل المدينه ضعيفه جدا. طبعا تحجج المديريه انه هو يشكي من قله امكانيات، ما فيش امكانيه لفرض حظر التجوال. المؤسسات الامنيه طبعا كلها تحجج ما فيش امكانيه لمساله الاقفال الكلي،
واحنا الحقيقه حتى قصه الاقفال الكلي احنا ضد هذا الامر يعني. فالاقفال يعني ترتب عليه امور اخرى، فممكن احنا ما نقدرش نوفرها كبلديه او كلجنه داخل المدينه. فلكن احنا كلجنه مع بلديه سبها مع القطاعات الصحيه اللي موجوده داخل المدينه عملنا كذا اجتماع مع اللجنه الاستشاريه الطبيه ان احنا ممكن كيف نحاول ان احنا نخلي الحياه مستمره ونفس الوقت نعم. ان احنا يعني كيف احنا نتعايش مع الفايروس يعني.